حياة جديدة بدأها هنا معين ابن الرابعة والثلاثين عاما، والذي أمضى أكثر من نصف عمره غارقا في مستنقع المخدرات، حيث بدأت المحكمة العامة في جنوب دمشق منذ عدة أيام برنامجا لمعالجة مدمني المخدرات في المنطقة. وبلش من السيمو، صرت اشرب حشيش واشرب مشروب، يعني ما يعني اول شيء مشروب، من المشروب للحشيش، الحشيش للحب، وبلشت اكتر، وبلشت وعلقت بالهيروين كمان، وقعدت يعني من تقريبا عمري 16 سنه 15 سنه وانا عم بشرب هاي الشربه. واجيت لهون الحمد لله، الله يعني الله يعني طلع فيني وقت ما اجيت لهون، ما كنت حاسس على الدنيا، بس اجيت لهون حسيت الدنيا، يعني اول حياه حسيت حالي ولد صغير وقت ما اجيت لهون. ينقسم البرنامج خلال فترة العلاج إلى شق طبي وآخر توعوي، ويعاني القائمون عليه من صعوبات كثيرة تتمثل في غياب الكوادر الطبية المتخصصة في هذا الشأن، وصعوبة تأمين الأدوية اللازمة للعلاج، وغياب الدعم المادي، حيث يعتمدون على الإمكانيات الذاتية البسيطة. هاي الأدوية يعني هاي اللي هلا عم نحسن نقدمها للموجودين عندنا، اللي ما عم نحسن نقدم له بنحوله على الهيئة الطبية، يعني هي عم تحاول تتولى الأمور، بس شو عم تعطيه؟ عم تعطيه عبارة عن مسكن. مسكن ويحمل حاله ويرجع لعنا، بس ما في أدوية تعطيه بشكل دائم لمعالجة الإدمان. إضافة للاستشفاء الطبي، يهتم القائمون على برنامج المعالجة بالعلاج الفكري أيضاً، حيث ينظمون جلسات توعوية دورية للمدمنين والمتعاطين، فقد بلغ عدد المتعاطين الذين استضافتهم المحكمة خلال آخر شهرين فقط نحو 70 شخصا في المنطقة. طبعا ماشيين بهذا الأمر إن شاء الله تعالى، بالمحاربة أولا، توعية شرعية، ثم محاربة من يعمل على الإتجار بهذه المادة الفاسدة التي أفسدت البلاد والعباد، والأمر الثالث محاربة كيفية إدخالها للمنطقة بإذن الله تعالى. مهمة صعبة تواجه المحكمة العامة في إطار مكافحتها للمخدرات في جنوب دمشق، فبالإضافة إلى انتشار المخدرات بشكل كبير في المنطقة من خلال تعمد النظام إغراقها به، وأثناء إعدادنا لهذا التقرير أعلنت المحكمة تعليق عملها بسبب اعتداء فصيل جيش الأبابيل عليها، وإخراج أحد الموقوفين المتهمين بالمتاجرة بالحشيش، كما امتنعت مجموعة عسكرية في المنطقة من تسليم عناصر عاملين لديها للمثول أمام المحكمة لإخلالهم بقضايا معينة، وربطت الأخيرة استئنافها للعمل من عدمه بإيجاد حل جذري من قبل إدارة المنطقة لهذه القضايا العالقة. مستجدات طرأت مؤخرا أجبرت المحكمة العامة على تعليق عملها حتى إشعار آخر، فهل ستدور عجلة القضاء مجددا أم ستنتهي هذه التجربة القضائية بالفشل كسابقاتها في المنطقة؟ وليد الأغا، أورينت نيوز، جنوب دمشق.